ليس من حق أحد أن يضر بالحريات بسبب قناعاته الشخصية الدينية أو الفكرية أو السياسية أو غير ذلك. هذا هو لما بمعنى خصنا نلقاو ديك الحلقة في المغرب اللي كتميز بين المبدأ السامي ديال الحرية باعتبارها هي الكرامة الإنسانية وبين يعني القوانين التي توضع لاعتبارات دينية أو سياسية. هذه قوانين مجحفة وغير ديمقراطية. بحال مثلا تقول لي أنا كنعطي الحرية لراسي باش نطالب أن المرأة ما خصهاش تأخذ هذا الحق، بمعنى أنت كتمارس الحرية ديالك في التعبير، هذا مزيان ليس فيه خلاف، ولكن منين كتولي كتطالب بقوانين اللي هي كتغصب واحد الطرف معين الحقوق ديالو كتكون خارج خطاب خارج غير ديمقراطي، كتمارسه بحرية كحق في التعبير ولكنه ليس خطابا ديمقراطيا ومطلبك ليس مطلبا ديمقراطيا. إلى شي حد تجاوز التعبير عن الرأي إلى استعمال السلطة أو القوة من أجل غصب الحريات، هنا خرجنا من النسق الديمقراطي ودخلنا في الظلم والاستبداد. وهذا هو المشكل ديال المجتمع ديالنا وعدد من المجتمعات اللي باقة الدولة فيها كتخلط بين الديني والسياسي.